نستهل النشرة بالنشاط البرلماني، وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، عرض وزير المالية مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس. المشروع يتضمن معالم ومحاور السنة المالية من حيث الإيرادات والنفقات، كما يتميز باعتماد نمط البرامج في بلورة المشروع، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، تحقيقا لمنهج الحوكمة الجديد من خلال تعبئة موارد مالية جديدة مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنويع الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات لبعث المشاريع المهيكلة الكبرى ومعالجة مشكل الشح المائي، وكذا ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة. فيما يخص الجانب الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية في سنة 2025 8523 مليار دينار جزائري، أي بارتفاع بنسبة 3.5% مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق 2024. ومن المتوقع أن تبلغ الجبايه البترولية يعني المدرجة في الميزانية مبلغ 3445 مليار دينار جزائري في سنة 2025 مقابل مبلغ 3512 مليار دينار جزائري في سنة 2024. كما أنه من المتوقع أن تبلغ الجبايه البترولية المحصلة مبلغ 4142 مليار دينار جزائري في سنة 2025 مقابل مبلغ 4376 مليار دينار جزائري في توقعات الإغلاق سنة 2024.